من البصرة الناطق الرسمي باسم اتحاد كرة القدم الإعلامي هشام محمد، ورحب بيك أجمل ترحيب. طبعا احنا نعرف اليوم الان انت في الوحده التدريبيه للمنتخب الوطني الجاريه الان على ملاعب البصره، ورحب بيك من جديد وشكرا لتواجدك في برنامج ملاعب. يا ريت توضح لنا الصوره اليوم، كيف هي الاجواء داخل المنتخب الوطني، كيف هي الامور داخل المنتخب الوطني؟ نعم، بدايه انا رحب بيك حبيبي نور وبكل مشاهدي برنامجك وقناه التغيير، ورحب بضيوفك الكرام. طبعا اليوم على بركه الله، يعني قبل دقائق انطلقت الوحده التدريبيه الثالثه لمنتخبنا الوطني، وقد تكون ابرز التحديثات هي انضمام اللاعبين السته اللي تم دعوتهم من قبل مدرب منتخبنا الوطني، والان يعني انخرطوا بالتدريبات وقت باقي زملائهم للتحضير للمباراه قادمه في الثامن ان شاء الله يوم الاثنين المقبل. اجواء ايجابيه يعني ممتازه جدا، التحضير مثالي، لكن تعرف اللي صار نغص بعض الشيء من يعني معسكر المنتخب، تطرف كان بسحب لاعبي نادي الشرطه، لكن مع هذا المدرب عنده حلول، وبالتالي قرر استدعاء اللاعبين السته، والان الامور ايجابيه والتدريبات ماشيه على نعم. طيب استاذ هشام، اليوم لاعبين الشرطه الان غادروا البعثه وذهبوا الى بغداد، متى سيلتحقون؟ اي يوم بالضبط سيتم التحاقهم؟ وهل كاتنيتش سيبقي عليهم ام كاتنيتش ايضا لديه تصرف اخر فني بحق اللاعبين او بحق ما حدث في اليومين الماضيين؟ بصراحه نور، يعني التصرف والموضوع كان غريب، كان مفاجئ حتى للمدرب. نعم. تعرف انت مدرب محترف، وعندما تحضر عند التصفيات كاس العالم وتعلن انه راح يكون عندك معسكر وعندك مباريات، هذه المباريات هي اللي ستكون خلينا نقول البروف الاخيره، التسجيل الاخير للاعبين قبل الدخول في المباريات الرسميه والتصفيات. القرار غريب كان بالنسبه له، هو تفاجئ بشكل كبير انه طيب كيف وصلوا اللاعبين الى البصره؟ كيف بدأوا وحده تدريبيه الاولى ومن بعدها يقررون النادي يعني سحب لاعبهم؟ هو الرجل قال انه هذه قضيه يعني اداريه تخص الاتحاد مع النادي. انا بالنسبه لي هم اللاعبين، انا يهمني احضر لانه هذه مسؤوليه، انا امامي مسؤوليه، مطالب بالنتائج، مطالب بالاستمرار بالتصفيات والتاهل. مع هذا هو الرجل اضطر، لانه تعرف بعد لاعبين عدد مو قليل، اضطر انه يسحب هذه المجموعه من اللاعبين، لكن الى الان يبقى القرار قراره. مع هذا هو معول بشكل كبير انه قانونيا منذ بدايه الايام في فدعي يجب ان يكون كل اللاعبين يعني متواجدين مع المنتخب الوطني. فبالتالي عوده اللاعبين راح يكون مع ناديهم يستمرون بالاعداد، اعتقد ان شاء الله بشكل كبير انه السفر الى البحرين سيكون كل اللاعبين ان شاء الله متواجدين. نعم، يعني اللاعبين الشرطه راح ما يلتحقون في المباراتين المقبلتين؟ لو لا؟ لا، المباريات الوديه راح تكون خارج هذه المباريات تماما. نعم، وبالتالي الالتحاق يكون يعني في المنامه. في المنامة عودة منتخبنا يعني سيلعب مباراة ثانية مع إيطاليا 25 إن شاء الله يوم 30، سنعود إلى بغداد، راح نكون في بغداد لمدة يومين ومن بعد السفر إن شاء الله إلى المنامة. نعم، زين أستاذ، راح نكون متواجدين في هذا التاريخ. نعم، طيب أستاذ هشام، اليوم كاتنيتش قد يستدعي لاعبين آخرين، يعني المبعدين هم تسعة، هو استدعى ستة، ما زال هناك ثلاث لاعبين، يعني حتى هناك مطالبات ببعض الاسماء، يعني الاجواء داخل منتخب كاتنيتش لحد الان يمكن ما تملت الرؤيه الفنيه، انت كيف يعني تطلع الجماهير على هذا الموضوع؟ لا، هو اعتقد يوم امس بعد ذهاب اللاعبين الشرطه، انه هو المدرب متابع للدوري بشكل ممتاز، عنده قائمه اوليه بالاسماء، فبالتالي هو اختار هذه الاسماء بالذات، هاي الست لاعبين المتاحين. يعني تعرف انه اكو بعض اللاعبين من ضمن القائمه الاوليه ايضا هم متواجدين مع نادي الشرطه ومع نادي الدوره ومع نادي القوه الجويه، فبالتالي انت بعد صعب انه يعني تتعامل مع نادي معين ترجع للقوه الجويه تقول له اطالب بلاعب ثاني، او تروح للشرطه من جديد، اللي هو اساسا هناك مشكله في هذا الموضوع. بالمقابل يجب ان نوجه الشكر لاداره نادي الزهراء، يوم امس المدرب طالب محمد رضا عند الاتصال باداره نادي الزهراء، ابدا ما كانت هناك معارضه لا من اداره نادي الزهراء ولا من الكابتن رافد جيش، مباشره قالوا اللاعب في المنتخب الوطني بامكانه السفر في اي وقت. نعم. طيب بالنسبه للاشكاليه التي حدثت بين الاتحاد وبين نادي الشرطه،
هل سيصدر اتحاد كرة القدم بيان يوضح فيه تبعات الإدارية لهذا الموضوع أم سيحل الموضوع ودياً؟ لكن بالأخير المنتخب الوطني تضرر، وأنت تعلم مباراتين وديتين قبل الذهاب إلى المباريات الرسمية وتسعة لاعبين فقدهم المنتخب في لحظة، في لحظة واحدة. للأسف طبعاً هو أكو أمور ما تحتاج للتوضيح. يعني الآن سؤال إخوان في نادي الشرطة، ما الفائدة من سحب اللاعبين؟ نعم. 10 أيام راح يكونون متواجدين في بغداد. نعم. لا هناك مباراة ولا بإمكانهم لعب المباراة الكأس يوم 14. فبالتالي ما أعرف هذا القرار. أنت كيف تفكر إنه أنا مجرد أكثر قرار وأسحب اللاعبين؟ هذا المنتخب، هذا المنتخب اللي جاهز لتصفيات كأس العالم، هذا الحلم اللي ينتظر كل العراقيين. نعم. أنا مجرد سحبتهم خلاص أخرج من المباراة. طيب بعد المباراتين راح يلتحقون مباشرة وقانونية. نعم. لك يفرق اللاعبين أيام في فتاة. نعم. ما أعرف كيف تنصر الموضوع، لأنه أعتقد ما يحتاج لكل توضيح. أبسط مشجع الآن يعرف شنو المشكلة وشنو أسبابها. نعم.